لذلك في هذه اللحظات أذهب مباشرة إلى المغرب عبر السكايب مع الزميلة الإعلامية والصحفية المغربية هاجر باخكيك الصحفية في موقع البطولة. مساء الخير يا هاجر. مساء الخير سعيد. أهلا مساء الخير على كل المشاهدين. اهلا بيك، بنرحب بيك، وكريم سعيد ضيفي في البرنامج بالتاكيد برضو بيرحب بيك وكل الساده المشاهدين. طيب هاجر، شكرا ليك. عايز اعرف من خلالك الاعلام المغربي والصحافه المغربيه تناولها لهذه المباراه خلال الفتره الاخيره، وابرز العناوين وابرز المنشطات اللي ممكن يكون الاعلام المغربي بيركز عليها في استعداد الرجاء لمواجهه الاهلي، وايضا اسم الاهلي وشعبيه الاهلي امام الفرق المغربيه. صراحة هي مباراة كبيرة ولا يمكن أن لا نتحدث عنها احنا كإعلام مغربي، خصوصا أن الطرفين ديال هذا المقابلة هما من أكبر الفرق الأفريقية، فريق الرجاء اللي هو كما نلقبه في المغرب الرجاء العالمي، الفريق العالمي، وفريق القرن اللي هو الأهلي. بالتأكيد ثلاث هذه الأيام تناولنا استعدادات فريق الرجاء، الفريق الأخضر. هو كان في معسكر تدريبي لمدة 4 أيام بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، خاض مباراتين وديتين أمام فرق محلية، لأنه كان لمدة شهر تقريبا ما كانتش بطولة، لأنه المنتخب كان مشارك في بطولة كأس العرب، فما كانتش بطولة، ما كانش دوري محلي، فخاض هذه الاستعدادات بمعسكر تدريبي بوديتين ليكون جاهز إن شاء الله لمباراة كبيرة أمام فريق قوي وكبير مثل الأهلي المصري. أكيد هاجر. طيب برضه عايز أتكلم معاكي على الانتدابات والصفقات اللي ممكن نادي الرجاء بسببها ما كانش عايز يلعب المباراة في التوقيت ده. هل القايمة أو الإضافات اللي كان عايز يضيفها الرجاء مش بنفس الكم أو الكيف اللي ممكن بالصفقات الجديدة اللي كانت تيجي في يناير اللي جاي، في ظل إن كمان كان في لاعيبة مشيت أو رحلت في الأيام الأخيرة؟ هو التأجيل اللي كان كيطالب به فريق رجاء ليس بسبب إضافة لاعبين جدد للقائمة أو شيء كهذا، هو كان كيطالب بالتأجيل بسبب تواجد الثلاثي المعروف من أبرز لاعبي الفريق اللي هما حارس المرمى زنيتي وحفيظي ونهيري في بطولة كأس العرب اللي كانوا مشاركين مع المنتخب المغربي. والسبب الثاني هو أنه كانت الحدود مغلوقة، فكان يصعب نوعا ما على فريق الرجاء التنقل إلى قطر لإجراء مباراة السوبر، فهذا هو السبب. بالنسبة للانتدابات فمن المنتظر أن يضيف فريق الرجاء إلى القائمة ثلاثي اللي انتدبهم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويتعلق الأمر بالمهاجم مصطفى كوياتي وحميد أحداد وكذلك المدافع جمال حركاس. هادو من المنتظر أن يضيفهم إلى القائمة بالإضافة إلى اللاعبين المعروفين ديال الفريق والثلاثي الموجود حالا في قطر. أكيد. طيب برضو جزئية تانية، فكرة أن فريق الرجاء عقب عودة بعثة المنتخب المغربي من الدوحة اتفاجئ أن عنده مباراة، أو الرابطة حددت أن في مباراة النهاردة يوم الجمعة، رغم أن الفريق المفروض كان هيسافر النهاردة وأجل سفره لبكرة. المدرب البلجيكي كمان يمكن منح اللعيبة فرصة أن هم يخرجوا من المعسكر عشان يجهزوا نفسهم للسفر بكرة. هل كان في صعوبة أن المباراة دي ما تتلعبش أو كانت لازم تتأجل؟ ويعني إزاي حصل أن في مباراة اتبرمجت فجأة قبل ما الفريق عنده لقاء السوبر أمام النادي الأهلي؟ بصراحة هي كانت مباراة مفاجئة وغير متوقعة بالنسبة لفريق الرجاء، لأنه كان من المقرر أن يسافر اليوم إلى قطر تأهبا لمباراة السوبر، لكن إقصاء المنتخب المغربي من بطولة كأس العرب هي التي عجل هذا الإقصاء، هو عجل باستئناف الدوري المحلي، وبذلك تمت برمجة مباراة الرجاء أمام حسنية أكادير. إذا أجلت هذه المباراة فسيكون الرجاء أمام مشكل كبير مستقبلا، مؤجلات كثيرة مثل السنوات السابقة كان يعاني من هذه المشاكل كثيرا، لذلك تمت برمجة هذه المباراة وستلعب اليوم مساء اليوم، وغدا إن شاء الله السبت ستشد بعثة الفريق الأخضر الرحال إلى قطر بعد هذه المباراة إن شاء الله. طيب بعثة الفريق الأخضر هتسافر بكرة، هل في وفد إعلامي مسافر مع البعثة؟ هل في حضور جماهيري ومسافرين مع البعثة؟ لأن بالتأكيد أنا عارف إن في غلق في مسألة الطيران والسفر، فرحلة خاصة
هل في مرافقين مع البعثة ولا الفريق فقط اللي على متن الطائرة؟ صراحة لا شيء مؤكد، الإعلام لا شيء مؤكد. بالنسبة للجماهير على ما أعتقد ممنوع، لأنه من الصعب تم تأمين الرحلة لفريق الرجاء، تم تأمين سيذهبون عبر طائرة خاصة على ما أعتقد تم تأمينها من طرف اتحاد الكرة المغربي رفقة إدارة الرجاء، فمن الصعب انتقال الجماهير على ما أظن بعثة الفريق وحدها ستنتقل إلى قطر. طيب توقعاتك أنت بقى للمباراة، شايفة المباراة ممكن تكون مباراة فنية على أعلى مستوى، ولا الإعلام كمان معاكي في المغرب شايف إن المباراة ممكن تكون يعني 50-50 لكلا الفريقين؟ بالتأكيد إذا 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 كنت سأقول زعما غادي تكون الرجاء هو الذي سيفوز أم الأهلي، سأكذب. هو صراحة 50-50، لأن الرجاء فريق قوي، فريق الألقاب، فريق حقق ألقاب قارية ومحلية، هو معروف على المستوى العالمي الآن. فريق الأهلي كذلك هو معروف بالألقاب القارية، دوري أبطال أفريقيا ولا كأس السوبر ولا هي صراحة ننتظر ندية كبيرة في هذه المباراة، ننتظر فرجة، ننتظر كرة حقيقية بين فريقين من أعرق الفرق الأفريقية، وإن شاء الله كما يقول المثل الفرنسي كل ميغ غان، الأفضل الفريق الأفضل والذي سيقدم مستوى جيد في المباراة هو الذي سيتوج باللقب إن شاء الله. هاجر أنا بشكرك ومداخلة موفقة معنا، ودايما كل التوفيق للإعلام والأشقاء في المغرب، ونشوف مباراة كبيرة للفرقتين يعبروا عن قوة الكرة العربية بالتأكيد في القارة الإفريقية. شكرا لك محمد، وشكرا على الاستضافة، وإن شاء الله مرة أخرى بإذن الله. هاجر بخيك الزميلة الإعلامية والصحفية بموقع البطولة المغربي، بشكرك شكرا جزيلا.